أمامية ممتازة لمحمد الصوافي، تقدم أيضا من أحمد سليم في الجهة اليمنى، عرضية من سليم، محاولة عرضية خطيرة، جول! قلنا المباراة فيها هدف، قلنا المباراة فيها هدف، ورودريجو، رودريجو أخيرا يسجل، أخيرا رودريجو يسجل، بس اللعبة جميلة. ردة الفعل بعد الهجمات الشبابية قد تأتي الآن، الخطورة لا تزال موجودة، ورودريجو جول! رودريجو إذا يفتتح باب التسجيل ويسجل أول أهداف مسقط، دربكة دفاعية متواصلة شبابية مسقط عن طريق رودريجو يطلع فريق نادي مسقط يلعبها رمية عالية رأسية خطيرة تمر مستمرة رودريجو لا تزال خطيرة جول ويعادل رودريجو النتيجة لمسقط وخرج على أيدي النهضة وهنا شكير يرسل لك الله يا سلام على هذه الكرة رودريجو البرازيلي يسجل الهدف الأول في ملعب المباراة الشباك لم تهتز ما زلنا نبحث عن أول الأهداف وجول رودريجو يأتي بالخبر ويأتي بالفرح لجماهير نادي مسقط من خلال الهدف الأول في المباراة وثاني أهدافه في دوري عمان موبايل الهدف الثاني على التوالي في الموسم بالنسبة لرودريجو اللي حقق 11 هدف مع نادي العروبة في الموسم الماضي هذا رودريجو أول موسم مع نادي بعد أن سجل هدف التعادل كرة خطيرة وجول وجول هي المؤشرات وهو رودريجو البرازيلي تراجع للنهضة مجال لمسقط وهدف أيضا مسقطاوي ثاني في ظل نظرات من جانب النعيمي الشيخ أحمد النعيمي أكيد أنه مبراض محاولات عرباوي لا تزال مستمرة هنا أدوار يحاول من أجل أيضا تسجيل الهدف داخل المنطقة تتهيأ تسديدة رودريجو يسجل أول أهداف العروبة رودريجو واللمسة البرازيلية والسيطرة العرباوية والضغط العرباوي والدربكة الدفاعية السيباوية الآن يستغلها نادي العروبة شايف الكرة يا سلام من البرازيل بشكل ممتاز ممكن يسدد ممكن يلعب العرضية يبحث عن المساحة يسدد خطرة جول عرباوي ثاني وهالمرة أيضا لرودريجو يصبح داخل المنطقة بدون خطأ داخل هنا بالتسديدة هدف رابع
يلعب عرضية يونس، عرضية بالفعل يونس، جول هدف ولا رودريجو ماشي رودريجو جول هدف التعادل عن طريق رودريجو.
الباب.